باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس مطران كورس الجيزة، وتحت رعاية وإشراف ومراجعة الأب المحبوب القمص مينا ظريف راعي كنيسة الملاك سوريال والشهيد العظيم مارمينا بالعمرانية، نقدم أب الشهداء. أب الشهداء الدراما الإذاعية عن قصة حياة القديس العظيم يوليوس الأقفهسي كاتب سير الشهداء والقديسين، رؤيا درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم. يلا يا اخوان انتوا شد حيلكم شويه، عايزين نخلص بسرعه. اشتغل يا اخويا، ما تلغوش مع بعض، كل واحد يشوف شغله وبس. يلا حاضر يا ريس. عمال اخر زمن، شغلنا في الكنيسه لازم يخلص بسرعه عشان يتسلم في ميعاده. انا مش عايز اتاخر. الحقونا الحقونا يا اهل البلد، الحقونا يا ناس، الحقنا يا ريس. ايه عوض سيبت ركب يا ابني، اتكلم في ايه؟ الحقنا الحقنا يا ريس، الاخ ملاك اللي كان شغال معانا ماله يا عوض، في ايه؟ وقع وهو شغال من سور الكنيسه، رجله اتزحلقت وهو شغال على السور وما مسكش نفسه، وقع على الارض ودمه سايح، ما حطش منطق وقطع النفس، وهنا مش عارفين نعمل ايه. الحقنا يا معلم، الحقونا يا ناس، الحقونا. تعالى يا عم، هو فين يا ابني؟ تعالى يا عذرا، يا ست يا عذرا، يا ست يا عذرا، اتمجدي اتمجدي يا عذرا، وش ابنك اتمجدي يا عذرا، اتمجدي يا عذرا. يا رب ملاك ملاك، رد عليا يا ملاك، اتكلم، رد عليا، ده ما بيتحركش، ده قاطع النفس كمان. يا رب يا عذرا، انا هدخل الكنيسه وهسال عن صاحب الكنيسه هو مين، وهطلب شفاعته، وربنا قادر انه يتصرف. لو سمحت يا اخ، ما تعرفش الكنيسه دي على اسم مين؟ يعني صاحبها مين؟ طبعا اعرف، بس قول لي انت بتسال ليه؟ في واحد من العمال اللي شغالين في الكنيسه هنا وقع من فوق السور ودمه سايح على الارض، ما حطش منطق، واحنا مش عارفين نعمل اي حاجه غير اننا نطلب شفاعة الكنيسه، وهو قادر انه يتصرف. قول لنا هو مين لو سمحت. ما تخافش يا ريس، ما تخافش، وخلي عندك ايمان، شفيع الكنيسه دي هو القديس العظيم يوليوس الاقفاصي كاتب سير الشهداء والقديسين. روح يا ريس، خليهم يجيبوه وتعالوا حطوه هنا قدام جسد القديس يوليوس الاقفاصي، وربنا قادر انه يشفيه بشفاعه القديس العظيم يوليوس الاقفاصي. روح يا ريس. شيلوه يا جماعة، تعالوا حطوه هنا جوه الكنيسة قدام جسد القديس. شيل يا عوض، شيلوه معايا يا جماعة، شيلوا معايا. شفاعة القديس العظيم يوليوس الأقفاصي اللي احنا موجودين دلوقتي في كنيسته هيخف ويرجع زي الأول وأحسن كمان. بس هو مين القديس ده؟ وإيه حكايته؟ كان عايش إزاي؟ ياريت تعرفنا حكايته. قديسنا اتولد في مدينة أقفاص التابعة لمركز الفاشن محافظة بني سويف في أواخر القرن الثالث الميلادي وأوائل القرن الرابع، من أسرة بتعرف المسيح بجد وعايشة كل حياتها ليه، وربنا كان مديهم من الخير والنعيم الكثير والكثير، يعني كانوا أغنياء جدا، وكان عندهم أرض كثيرة في أقفاص. وكان لي أخ اسمه يونس وأخت اسمها أخارستيا، وتعلموا أحسن العلوم. والأغرب من ده كله إن الملوك والأمراء كانوا ياخدوا رأي القديس يوليوس في كل كبيرة وصغيرة.
يوليوس. أنا شايف يا جلالة الملك إن إحنا نوزع الجنود على كل أطراف المملكة ونضمن السلام والهدوء. وإنت إيه رأيك يا وزيري؟ الرأي رأيك يا مولاي. نفذوا الكلام اللي قال عليه يوليوس، ووزعوا الجنود على كل أطراف المملكة. مبسوط يا يوليوس؟ شكرا شكرا يا جلالة الملك. ويوليوس لسه مرجعش يا زوجتي؟ لا لسه مرجعش. انا مش عارف اعمل معاه ايه. بس هو كان عمل لك حاجة تزعلك؟ انا خايف عليه، دايما في بلاط الملك. وخايف عليه من ايه يابا؟ هو يوليوس حصلت له حاجة يابا؟ يا ولاد يا ولاد، انتوا عارفين ان ابوكم بخاف عليكم وهيفضل يخاف عليكم من اي حاجة تقبلوها. ما انت عارفة انا ماليش غيرهم بعد ربنا. انا خايف عليه من الملك واعوانه، دول ناس بيعبدوا الاصنام، وانا خايف انهم يضغطوا عليه بالسلطة او بالجاه ويخلوه يسيب المسيح. ما تقولش كده، ابنك متربي في حضن الكنيسة كويس ودرس كمان الكتاب المقدس. انت بتقول كده يابا عشان انت بتحبنا زيادة شوية عن اي حد. ما تخافش يابا، يوليوس مش ممكن يعمل كده ابدا. ده ابني وانا مربيه كويس وعارف ان هو مش ممكن يعمل حاجة زي دي ابدا. انا خايف عليه برضو، وربنا يحافظ عليه ويبعد عنه حروب عدو الخير. هو يوليوس اتأخر ليه النهاردة يا وزير؟ مفيش يا مولاي، اكيد هيجي دلوقتي، اهو جه اهو. سلام يا جلالة الملك. كده برضو يا يوليوس، انا قلت انك مش جاي. مش ممكن اتأخر يا جلالة الملك لما تكون عاوزني. انا خلاص يا يوليوس، ما بقتش قادر استغنى عنك وعن كل الخدمات اللي بتقدمها لنا هنا. العفو يا جلالة الملك. تعال يا يوليوس، عشان في حاجات كتير عاوزين نتكلم فيها ومهمة عندي قوي اعرف رأيك فيها. ربي وحبيبي يسوع المسيح، أرى نفسي وكل ما في داخلي مكشوف أمامك، ولا أستطيع أن أقف وأقول كلمة واحدة أمامك. إني حزين على كل ما فات من العمر وعلى كل لحظة لم أعش فيها لك. أرى نفسي قد أحزنتك كثيرا، ولكن لابد أن أقر بكل خطاياي أمامك وأقدم ضعفي طالبا منك المعونة والحنان. ربي لا تنظر إلي كسيد أمام العبد، ولكن انظر لي كأب أمام ابن الضال. وإن كنت لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. السلام يا ابونا. السلام والنعمة يا يوليوس يا ابو، عامل ايه يا حبيبي؟ نشكر ربنا يا قدس ابونا. قول لي يا يوليوس، سمعت عن أباكلوج اللي في مدينة الفنت؟ ايوه طبعا يا ابونا سمعت، ومن كتر انا سمعته عنه نفسي اروح مدينة الفنت واشوفه واتكلم معاه. ربنا معاك يا ابني وينور لك طريقك. صلي لي يا ابونا. سلام. السلام والنعمة يا ابني. ساعدني يا رب، ساعدني علشان نفسي اشوف الخادم الامين قديسك أباكلوج. ربي وحبيبي ومخلصي الصالح يسوع المسيح، كنز الرحمه ونبع الخلاص، اتي اليك مقر بذنوبي، اعترف اني بوقاحه تجاسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والان الجا الى رحمتك وتحننك، لان مراحمك لا تحصى وانك لا ترد خاطئ قد اقبل اليك. أنا سمعت عنه كتير قوي، وعن فضائله ومعجزاته، المعجزات اللي بيعملها مع كل الناس، وكمان عن العذابات اللي استحملها على اسمك القدوس. يا رب يسوع، أنا آتي إليك معترفا بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل، وقد فارقتني قوتي،
فلا تحجب وجهك عني لئلا أرتاح، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني يا رب بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف وخاطي. آمين. حسن الصليب، اتصرف يا رب. ابن كيلوس جاي على هنا، يبقى لازم اخرج واشوفه عشان اخد بركته. اهلا اهلا بيوليوس الاقفاصي من اقفاص. مدينة الفان تنورت كلها النهاردة واتملت بركة بزيارتك ليها. ما تقولش كده، ده انا اللي خدت بركة كبيرة قوي. انا سمعت كتير عنك يا مكلوج، ومن شدة اللي سمعته عنك قلت لازم اجي وازورك واخد بركتك. انا خاطي ومستاهلش الكلام ده كله. وبعدين انا مش بركة عشان تاخد بركتي، انا خاطي والبركة في ربنا يسوع المسيح وبس. انا جيت لك النهاردة علشان ادعوك تيجي عندنا في بلدنا، وهناك هنقدر نتكلم عن الفاد المخلص وقت طويل قوي. ياريت تقبل دعوتي وما تكسفنيش. لو لي رجاء عندك في الرب. حاضر حاضر يا يوليوس. صدقني لو قلت لك انه ما فيش احلى من الكلام عن الفاد المخلص ربنا يسوع المسيح. طب يلا بينا يا قديس الله. يلا. اتفضل اتفضل يا ابا كلوج، اتفضل. سلام يا اختي. سلام ونعمه، اهلا وسهلا. اتفضل، النهاردة البيت اتبارك وبقى كله بركة بزيارتك لينا. بلاش الكلام ده يا أختي، وبعدين أنا مستاهلش. ما تقولش الكلام ده يا قديس. ودلوقتي لازم تسمح لي أني أسر رجليه عشان ناخد بركة. لا لا لا، ما ينفعش يا أختي. مين أنا عشان تغسلي رجليه؟ ده أنا إنسان خاطئ ومستاهلش مستاهلش مستاهلش. أرجوك ما تحرمناش من البركة العظيمة دي، دي وصية ربنا. خلي بالك من المية دي، انا حاسس انها تبقى بركة كبيرة قوي وربنا يعني. من أول ما شفته من أول ما شفته قلت إنه أكيد مش من هنا. ده مش من هنا، ده من مدينة الفند. مدينة الفند؟ يطلع مين الراجل ده؟ مين الراجل اللي وشه منور قوي كده؟ ده القديس أباكلوج قديس الفند، ودي المية اللي أنا غسلت بيها رجليه، ويوليوس أخويا قال لي إن المية دي هتبقى بركة في البيت والناس كتير قوي. خد اشربي وربنا اكيد هيشفيكي. ممكن ربنا ممكن ربنا يحن عليا بالشفاء ويشفيني من المرض اللي عند. ربنا قادر انه يتمجد في قدسي ويشفيكي. طب هاتي هاتي لما اشرب اشرب من الماء اللي غسل فيها رجليه وربنا يتمجد معايا. انا متاكده ان ربنا هيشفيني من المرض الخبيث اللي جوا بطني. مش قادره استحمل. انا متأكدة ان ربنا هيتنجد على قدين الراجل البركة ده.
رب يا رب انا هشرب من الميه دي. وانت قادر قادر يا رب انك تمد ايدك وتشفيني انا بدك. مد ايدك يا رب وتشفيني انا بدك. علشان اشكره على كل اللي عمله معايا. انا خفيت بسبب الميه الطاهره اللي غسل فيها رجليه. اشكرك يا رب. ارجوك دخليني ليه، خليني اقابله. اشكرك يا رب. المجد لاسم الله، المجد لاسم الله. ياه يا يوليوس، مش قادر اقولك اني فرحان قوي بالايام اللي عدت وانا قاعد معاك فيها واحنا بنتكلم عن الفادي المخلص ربنا يسوع المسيح. وانا كمان فرحان قوي عشان كنت معاك وتعلمت منك حاجات كتيرة قوي. شفت فيك صورة للسيد المسيح نفسه. بس يا يوليوس بلاش الكلام ده، انا مستهلش. مين انا عشان تقولي الكلام ده؟ انا انسان خاطئ ومسمعش اي حاجة ابدا. كلمني شوية عن العيشة الدايمة مع ربنا يسوع المسيح. بص يا يوليوس، الواحد ما يقدرش يعيش مع ربنا من غير ما يسلم له كل حياته ويقول له تصرف انت فيها يا رب، ويقول له كمان لتكن لا ارادتي بل ارادتك انت يا رب، ويكون عارف ومتأكد ان ربنا مفيش احن منه ابدا. ده هو اللي نزل واتصلب علشاننا وغفر لينا كل خطايانا. ربنا بيحبنا، بس عاوزنا احنا كمان نحبه ونقرب منه ونعيش جوه قلبه ونسلم له كل حياتنا، وساعتها هنقدر نعيش معاه ويعيش جوانا على طول. ياه قد ايه الكلام معاك حلو وليه طعم سماوي. انا نفسي تقعد هنا على طول وما تسيبناش ابدا. ده انا اللي بتعلم منك يا يوليوس وباخد بركتك كمان. طب يلا بينا نصلي دلوقتي وربنا قادر انه يختار الصالح. باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد. برضو مصمم انك تمشي وترجع تاني يا ابا كلوج؟ خلاص يا يوليوس، انا لازم امشي عشان خدمتي هناك في الفند. طيب ما تنسنيش واذكرني في صلاتك على طول. أنا اللي محتاج لصلاتك يا يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين. بتغذى روحيا لما بكتب سير الشهداء والقديسين، وباخد بركة كبيرة قوي كمان لما بجمع دمهم وعظمهم. دي تبقى بركة كبيرة قوي أنا ما استاهلهاش أبدا. ربنا يقويك يا يوليوس، بس خلي بالك إن دي مسؤولية صعبة ومش سهلة. أيوه عارف، بس أنت صليلي. ربنا معاك ويرعاك ويحافظ عليك. ودلوقتي سلام يا يوليوس. السلام والنعمة، خلينا نشوفك مرة تانية. لو عشنا هنتقابل على الأرض أو نتقابل في السماء. سلام. السلام والنعمة. وبعد كل اللي سمعناه ده، وبعد ما شفنا المعجزة اللي تمت من المية اللي اتغسلت فيها رجلين القديس أبا كلوج القس، ربنا يسوع المسيح لا يترك نفسه بلا شاهد. في كل وقت وفي كل لحظة بتحصل حاجات لتمجيد اسمه القدوس المبارك. المهم سامحوني إذا كنت طولت عليكم،
أو إذا كنت خرجت عن حكاية القديس يوليوس الأقفاصي. بعد كده كلهم سافروا لمدينة الإسكندرية وعاشوا فيها، وفي مدينة الإسكندرية تولى قديسنا مناصب كتيرة لغاية ما وصل لمنصب إسفهسلار. وإسفهسلار دي كلمة أو لفظ كان بيتقال زمان على منصب السكرتير العام لحكام مدينة الإسكندرية، وده غير إنه كان صديق للملوك والأمراء، وكانوا دايما بيستشيروه في الأمور الصغيرة قبل الكبيرة. وبعدين حصل إيه؟ وفي مدينة الإسكندرية قديسنا اتجوز وأنجب ولدين، هما أخارستس وتادروس، ومن هما وصغيرين عاشوا في خوف ومحبة ربنا يسوع المسيح له كل المجد. لكن عدو الخير مسكتش وفضل يحارب أولاده لغاية ما حصل. رب يسوع المسيح، كنز الرحمة والإخلاص، حافظ يا رب على الكنيسة وعلى كل شعبك، ثبتهم فيك، ثبتهم على الإيمان الصحيح إلى النفس الأخير. الأيام اللي جاية دي يا رب أيام صعبة قوي، والكنيسة هتمر بتجارب صعبة. ثبت كل ولادك وحافظ على الكنيسة وقويها، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين. أيها الملك دقلاديانوس، الملك العظيم، ملك الأرض وكل ما فيها. مين؟ مين اللي بيتكلم ده؟ احنا جنبك هنا في القصر ودايما بتبخر لنا، ايه مش عارفنا؟ لا السماح والعفو ايتها الالهه العظيمه، في غول حصل وانا مش هقدر اقف قدامها لوحدي. امور ايه دي؟ المسيحية وعبادة المظلوم، الناس دول صلاتهم بتخلينا نرتاح، لازم ترضى عليهم كلهم، لازم. السماء والطاعة، أيتها الآلهة العظيمة، أنا الملك دقلديانوس يأمر بغلق الكنائس وحرق الكتب بتاعت الجماعة المسيحيين وتعذيب وقتل كل اللي يقول انا مسيحي ويرفض انه يسجد ويبخر للآلهة العظيمة. هو ده مصير كل واحد مسيحي، مش هيسجد ولا يبخر للآلهة، يفضل منجم دماغه يتمسك بالمصلوب. هو ده مصير. خلي بقى لا بتاعه ينقذه او حتى يدافع عنه. عزبوهم لغاية ما يموتوا، بعد كده ارموهم في النار عشان يكونوا عبرة لكل الناس. يا رب يسوع المسيح، انت عارف يا رب الاضطهاد اللي بيحصل للكنيسة على يد الملك دقلاديانوس. يا رب اعز كل ولادك وثبتهم فيك على الايمان المسيح الى النفس الاخير. يا رب ابط الحروب عليهم الخير، وحافظ على كنيستك، وارفع شأن المسيحيين في كل زمان ومكان، اعطيهم القوة علشان يدوسوا على كل حروب الشيطان. يا رب اسمع واستجب. امين. انا جمعتكم النهارده
علشان انتوا يا اخواتي عارفين وشفتوا بنفسكم اللي بيحصل للكنيسة من اضطهاد على يد الملك دقلديانوس، وازاي بيعذب المسيحيين وربنا ما يرضهوش ابدا ان دم الشهداء ده يسيل على الارض كده. انا جمعتكم وانتوا دلوقتي اكتر من 300 واحد، علشان كل مجموعة فيكم هتروح للاماكن اللي بيتعذب فيها الشهداء، ومجموعة هتفضل هنا في اسكندرية، ومجموعة تانية هتروح أتريب وسمنود والبهنسة وأنصنة. وما تنسوش كمان لما ياخدوا رؤوس الشهداء بحد السيف، اوعوا اوعوا يسيل دمهم الطاهر على الأرض، لكن يفرشوا مناديلكم وثيابكم، لأن دماء الشهداء دي دماء ذكية، وهاتوها لي هنا، هاتوها لبيتي عشان تكون بركة، وكمان كفنوا أجسادهم وتحطوا عليها الأطياب الغالية السمينة، ويرسل كل شهيد إلى المكان أو البلدة اللي وصل قديس ويندفن فيها أو المكان اللي يحدده الرب. ربنا معكم، واللي هينال منكم إكليل الشهادة على اسم الرب يسوع اسمه هيتكتب في سفر الحياة، وهيكون كمان ليه الحياة دائمة مع الشهداء والقديسين في فردوس النعيم. تعالوا تعالوا بقى احكولي اللي حصل هناك. اللي احنا شفناه هناك مش ممكن اي حد يقدر يوصفه او يحكي عنه، لانه يعجز اي لسان انه ينطق بيه. دي حاجات خيالية، وعود ربنا للشهداء كانت غير محدودة وعود صدقة. احكي لي يا ابني حصل ايه؟ دم الشهداء كان بيعمل معجزات ملهاش حصر. عدد كبير من الناس والجنود لما شافوا بعينهم المعجزات دي دخلوا الايمان المسيحي واستشهدوا على اسم يسوع المسيح ونالوا اكليل الشهادة. طيب يا ابني انتوا عملتوا ايه مع الشهداء لما نالوا اكليل الشهادة؟ عملنا زي ما قلت لنا بالظبط، وكتبنا كمان سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها وجبناها لك اهي. طيب هات هات يا ابني. ودلوقتي بقى لازم نسجل سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها، ويكون في ملف خاص لكل شهيد، علشان ده هيبقى شاهد ودليل، دليل كرامة لكل شهيد استشهد على اسم السيد المسيح. نور يا رب بصيرتي وافتح عيني علشان يتمجد اسمك القدوس. رب يسوع المسيح ساعدني وافتح عيني. نبتدي نكتب بقى سيرة الشهيدة العفيفة دميانة والأربعين عذراء. نالت إكليل الشهادة والمجد في يوم استشهادها الموافق 13 طوبة. ولدت في بلاد مصر من أب مسيحي غني جدا اسمه مرقس، وكان والي على بلاد الزعفران. وأخيرا قطعوا رأسها هي والأربعين عذراء وكل الذين آمنوا بسببها، فنالوا جميعا أكاليل الشهادة وفازوا بالحياة الدائمة في ملكوت السماوات. بركت صلاتهن فلتكن معنا آمين. نكتب دلوقتي سيرة القديس أبانوب النهيسي. نال أكليل الشهادة في 24 طوبة. ولد أبانوب النهيسي. يا رب، معقولة اللي أنا شفته ده؟ معقولة كل المجد والكرامة دي للشهداء اللي استشهدوا على اسمك القدوس ونالوا إكليل الشهادة واتكتبت أسمائهم في سفر الحياة؟ يا نفسي يا رب، نفسي أمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه واعترف باسمك القدوس في كل مكان، لانك انت هو الاله الحقيقي، الاله الرحوم. نفسي يا رب، نفسي اقدم لك روحي ذبيحه حب ليك انت وحدك. عرفني يا رب طريقك وارشدني للعمل بوصاياك. ليك المجد الى الابد، امين.
يا يوليوس خادم القديسين، لماذا أنت متوان في هذا اليوم والأكاليل معد لك والقديسون الذين كتبت جهادهم يخرجون للقائك ويرتلون أمامك مع الملائكة وهم فرحين حتى يأخذونك معهم إلى السماء بمجد عظيم؟ ولكن لا يكون هذا في الإسكندرية، لأن الولاة يحبونك ويعرفون عظمتك. ولكن اذهب إلى أركانيوس والي سمنود واعترف باسمي هناك، وها أنا ذا أرسل ميخائيل رئيس الملائكة أمامك ليسندك في جهادك الحسن. سلامي يكون معك يا حبيبي يوليوس. رب يسوع المسيح ابن الله الحي الكائن منذ البدء وإلى الأبد، أؤمن أؤمن يا رب وأعترف إلى النفس الأخير، أؤمن أؤمن. بص يا ابني توهوة، انتوا ولادي وانا ما خلفتش غيركم، عشان كده عاوزكم تسمعوا كويس الكلام اللي هقوله لكم ده. انتوا اكتر ناس كنتوا معايا في مشوار اهتمامي بالشهداء القديسين، وازاي كنت بكتب سيرتهم وكفن اجسادهم واحفظهم بكرامه ومجد عظيم، وانهم كتير باركوني باسم الرب يسوع قائلين: الرب الاله القدوس يدعوك الى الجهاد المقدس لتنال معنا الخيرات والنعيم الدائم في الفردوس الابدي. وفعلا في رؤية ومجد عظيم ظهر لي امبارح الرب يسوع المسيح الإله الحقيقي ورب كل الأكوان، ودعاني إلى الاستشهاد على اسمه القدوس المبارك، وأنا ما أقدرش أرفض. أنا هروح سمنود وهناك هيتم كلام الرب، وأنا بوصيكم بوصيكم أنتوا الاثنين أنكم تعملوا كده، وربنا عمره ما هينسى تعب المحبة من أجل اسمه القدوس. وهو اللي قال: كوب ماء بارد لا يضيع أجره، وفي البيت هتلاقوا ذهب كتير يساعدكم على تكفين أجساد الشهداء. بس احنا ملناش غيرك يا أبي، من غيرك ما نعرفش نعمل أي حاجة، احنا كنا بنتعلم منك. أرجوك ما تسيبناش، احنا ملناش غيرك هنا. مين اللي هيتكلم معانا؟ مين اللي هنشكي له همومنا؟ أرجوك يا أبي أرجوك. لو قلت لك إن احنا من غيرك هنموت، لأنك أنت الحضن الدافي لينا والصدر الحنون. ما تسيبناش يا أبي أرجوك، ما تسيبناش. يا ولاد بلاش الكلام ده، ربنا أحسن مني وصدره حنين، واحنا كلنا عايشين تحت ايديه وبخيره. خدوا بالكم من بعض وافتكروا كل كلمة قلتها لكم واعملوا بيها، وربنا معاكم ويحافظ عليكم. سلام. ما تسيبناش. اشكرك يا الهي، يا من قبلتني وانا لا استحق، ودعوتني لهذه الدعوة المقدسة، واخترتني أنا الضعيف الخاطئ لتظهر قوتك في ضعفي. من عندك القوة، من عندك العون إلهنا وفدينا. أيها الحب الإلهي، أعطني أن أحبك كما أحببتني، أعطني أن لا أعرف أحدا سواك، أعتقني من الكل واربطني بحبك أنت وحدك، أمل ذاتي وحواسي واسحق روحي وعرفني ضلتي، الهب قلبي بحبك الأبدي، حرك كل مشاعري وأفكاري نحوك، أنر عيني لأراك وأتمتع بنورك، ارفع أفكاري وقلبي إليك واشغلني بك دائما بك وحدك، عطشت نفسي إليك يا رب، ارويني بحبك، هبني ولو قطرة واحدة من حبك فتجري في داخلي أنهار مياه حية ترويني. ارحمني يا رب وثبت محبتك في قلبي لكي لا أتزعزع إلى الأبد. وبعد ما عرفنا أن السيد المسيح له كل المجد، ظهر لقدسنا، ودي مش أول مرة،
لكن ظهر له قبل كده كتير، وفي المرة دي بالذات دعاه انه يستشهد على اسمه القدوس المبارك. وكالعادة سمع قدسنا واطاع كلام ربنا يسوع المسيح، ووصى اولاده انهم يكملوا ويثبتوا على الايمان الصحيح، الايمان بربنا وفادينا يسوع المسيح الى النفس الاخير. وصلى قدسنا صلاة حارة كلها دموع وبكى، وطلب من ربنا انه يسنده ويقويه. وبعد خروجه من الكنيسة هو واربعة من عبيده، فجأة كده حصلت حاجة غريبة قوي. ربنا بعت له سحابة نورانية كبيرة شالته هو وعبيده لغاية ما وصل لسما النود، وفي سما النود وقدام الوالي أرقانوس والي مدينة سما النود، وقف قدسنا وبكل شجاعة قال: لا تخافوا من الذين يقدرون أن يهلكوا الجسد، بل خافوا بالحري من الذي يستطيع أن يهلك النفس والجسد معا ويلقيهم في جهنم. انت مين؟ وإيه اللي جابك هنا؟ شكل ده مش غريب عليا، وجيت ليه؟ ومين اللي قالك تقولي الكلام ده؟ سيدي ورب يسوع المسيح هو اللي أمرني أن أجي هنا. وسيدك ده بعتك ليه؟ لأبطل كل مؤامراتك الشريرة وننهي عبادة الأوثان والأصنام. انت كمان بتتبع المصلوب، الإله الحقيقي، لكن الآلهة بتاعتكم دي عبارة عن شوية حجارة ما بتسمعش وما بتتكلمش. أيوة انت بتقول ايه؟ انت بتغلط في الآلهة بتاعتنا؟ السماح، السماح والعفو أيتها الآلهة العظيمة. انت ساحر، ساحر، ولازم تسجد للآلهة وتبخر ليها عشان تسامحك على اللي انت قلته عليها. انا لا اسجد ولا اعبد غير ربي وإلهي يسوع المسيح اللي فدانا بدمه الطاهر على عود الصليب المقدس، مش شوية حجارة سكنها الشياطين. خدوا هذا الساحر وحطوه على الهمبازين واعصروه لغاية ما يموت، ويبقى يخلي إلهه ينفعه. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. عذبوه، انا عاوز اشوف كل حتة في جسمه في مكان لوحدها عشان ما اسمعش الكلام ده تاني. يا رب يسوع المسيح، يا رب يا يسوع ابن داود ارحم لي انا الخاطئ. يا رب انت الذي وعدته خلفك. انت لقشتكم على كفي. من يمسكم يمس حدقة عيني؟ وقد عود لها أولادك يا رب. لا تتركني أنا أصير عجائبك ومجدك حتى يروا برك كل الحاضرين ويؤمنوا أنك أنت هو الإله الإله الحقيقي، ويرتفع اسمك. قم يا حبيبي يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين، ومن الآن تكون معافى من كل جروحك. أشكرك يا إلهي، أشكرك على محبتك وعطفك، بس أنا مستاهلش يا رب، مستاهلش كل المجد والكرامة دي. أنا خاطي ومستاهلش قطرة واحدة من دم الشهداء القديسين الأطهار دول. ارحمني يا إلهي، ارحمني وقبلني إليك. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حسن حياتي ممن أرتعب. ده نور وخلاصي. إيه اللي أنا شايفه ده؟ مش معقول، أنا مش مصدق عينيا. أنت إزاي ما متش؟ أنت كنت بتتعصر، إزاي ده حصل؟ بقوة إله الحي القادر على كل شيء، رب يسوع المسيح، أيها الوالي أرقانيوس، لازم تعرف إن ده مش سحر، ده قوة ربنا. لازم ترجع عن اللي انت فيه وتعترف بالسيد المسيح،
عشان تنال الحياة الأبدية لازم ترجع عن قساوة قلبك وتشيل السواد ده اللي في عينيك عشان تشوف وتسمع صوت ربنا ليك. انت مش عارف انت بتقول ايه؟ انت لازم تسجد وتبخر للآلهة أبو اللون، وانا بعد كده همشيك وترحم نفسك من العذاب اللي هتدوقه على ايدي لو فضلت على الحال ده. ومين اللي قالك ان انا خايف من العذاب؟ ربنا وعدنا وقال لنا ما تخافوش من اللي يقدروا يهلكوا الجسد، بل اكتر خافوا من اللي يقدر يهلك الجسد والروح في النار. وعموما نفذ الكلام اللي انت قلت عليه. يعني انت مش خايف؟ ماشي، هاتولي كل الكهنة وخلوهم يجيبوا الإله أبو اللون ويحطوه هنا ويخلوا يوليوس يسجد ويبخر قدامه. أمر مولاي الوالي أرقانيوس. ودلوقتي آدي كل الكهنة، يلا اسجد وقدم البخور للإله أبو اللون عشان يرضى عنك ويسامحك، وأنا كمان هخليك تمشي من هنا وترحم نفسك من العذاب ده كله. أيها الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى، الواحد وحده الجالس على الشروبيم والمياه تحت قدميه، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أنا عبدك، عبدك الخاطي يوليوس، أسألك أن تفتح الأرض فاها وتهلك هؤلاء الكهنة وألهتهم النجسة لكي يتمجد اسمك القدوس ويؤمن ويعترف بك كل الحاضرين أنك أنت هو الإله الحقيقي الحي الذي لا يموت الممتلئ مجدا الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. أشكرك لأنك استمعت لي أنا الضعيف الخاطي وأظهرت قوتك في ضعفي ليتمجد اسمك القدوس. نحن نؤمن بإله يوليوس. أنت ساحر وساحر كبير ولازم تموت. أيوة أنا مش هقدر أنسى كل اللي أنت عملته ولازم تدفع ثمن غالي. يا حراس خدوه عذبوه. اسكتوا، اقطعوا رؤوس كل المسيحيين بحد السيف. يا حبيبي يوليوس لك اقول قم لتكمل جهادك وسوف يكرم اسمك وانت على الارض، وبعد مماتك سوف يكون لك مكان عظيم في الملكوت. ربي وحبيبي يسوع المسيح أشكرك لأنك اديتني القوة والثبات في إيمانك، وإني أستطيع تحمل كل العذابات دي على اسمك القدوس. أنا مستاهلش. قويني يا رب، قويني وساعدني، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. إيه اللي أنا شفته ده؟ وإيه اللي بيحصل ده؟ إذا كان الآلهة ما قدرتش تخلص نفسها، معقولة تقدر إنها تخلص آخرين؟ أنا مش عارف. وبعدين مين هو إله يوليوس؟ هو مين؟ وشكله إيه؟ أنا معرفوش. إنه بضيقات كثيرة يجب أن ندخل ملكوت السماوات. إيه اللي أنا شايفه ده؟ أنت لسه عايش؟ إزاي؟ إزاي أنا مش مصدق عينيا ولا مصدق وداني. اغفر لي يا سيدي، أنا غلطت إلى إلهك وليك أنت كمان. أنا عاوزك تكلمنا عن إلهك ده شوية. أيوة تكلمنا عنه، وعايزك تطلب منه أن يسامحني ويقبلني ليه. ممكن؟ ممكن طبعا. الإله بتاعنا ده إله عظيم، رب كل الأكوان، خالق السماوات والأرض، ومع ذلك نزل على الأرض وتجسد في بطن الست العذراء علشان يغفر لنا خطايانا، واتصلب على عود الصليب المقدس وتهان وتعذب واتدق في ايده مسامير ورجليه واتطعن بالحربة في جنبه وحطوله اكليل من الشوك على راسه،
بدل ما يحطوا له اكليل الكرامه والمجد. هو الاله الحقيقي، رب كل الاكوان، وده يا مولاي جزء بسيط من محبه ربنا وفدينا يسوع المسيح لينا اللي قدمها لنا على عود الصليب. كل ده طيب ممكن يقبلني واحد من عبيده؟ ممكن قوي، بس مش من عبيده، عشان ربنا دعانا اولاد ليه. يعني انا ممكن اكون واحد من ولاده بعد كل ده؟ لازم تكون التوبة من قلبك. النهاردة حصل خلاص لأهل هذا البيت. أنا مسيحي، أنا مسيحي، أؤمن بالرب يسوع المسيح إنه هو الإله الحقيقي. أنا مسيحي، أنا مسيحي، أنا مسيحي. وبعد كل العذابات اللي تعذبها القديس يوليوس الأقفاصي على ايد والي سمنود، لكن تحقق كلام الرب وآمن الوالي بالسيد المسيح، واعترف كمان قدام كل الحاضرين ان السيد المسيح له كل المجد، هو الاله الحقيقي ورب كل الاكوان. واخذ القديس وراحوا هما الاتنين قدام والي اتريب، وقدام الوالي حصل. يلا خدوه علقوه على شجرة. بس علقوه ايه بقى؟ راسه تحت ورجليه فوق، وسبوه كده 7 ايام لغاية ما يموت، وبعدها نزلوه ورموه للكلاب عشان تمصمصوا ونخلص منه. ربي وإله يسوع المسيح، مين انا يا رب علشان اتعذب على اسمك القدوس؟ مين أنا علشان تعاملني المعاملة دي، معاملة البنين؟ أنا خاطر. مين أنا علشان أمشي في نفس الطريق اللي مشي فيه كل الشهداء اللي نالوا إكليل الشهادة على اسمك القدوس؟ أشكرك يا رب، أشكرك لأنك مش نسياني. طلبت يا رب إنك تقويني، قويني على تحمل كل العذابات دي، وثبتني فيك، ثبتني إلى النفس الأخير. يا رب، يا رب يسوع المسيح، كن مع يوليوس، اديله القوة. أنا مش قادر أشوفه وهو بيتعذب بالشكل ده. أرجوك يا رب، الوالي مش راضي يرحمه. أرجوك يا رب، أرجوك قويه وخليك معاه، حافظ عليه أرجوك يا رب. اسمعني يا رب، أنا عبدك الخاطئ، وقبل صلاتي إليك. حقص يا رب عبدك يوليوس، أرجوك يا رب. أيام وإحنا روحنا شفناه ولينا مات خلاص. ما دام هو مات يبقى احسن، ده جزات كل واحد يعصى اوامري وما يرضاش يبخر للاله. اسمع يا مستشار الحبيب، روحوا دلوقتي بقى نزلوا وارموا للكلاب عشان نخلص منه. امر مولاي. وخلي بقى الاله العظيم بتاعه ينفعه. يلا نزلوه بسرعة ورموا لي الكلاب. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ الأرض بتتزلزل، الصخور بتتشقق، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ قم يا حبيبي يوليوس، تشدد وتقوى، تباك لأنك احتملت، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. قم ولا تخف، لأني أنا معك. ربي وإلهي يسوع المسيح، أشكرك يا رب،
أشكرك من أعماق قلبي لأنك عظمت اسمك القدوس على الكل وأقمتني بعد الموت. إيه ده؟ أنا صاحي ولا نايم؟ أنا أكيد بحلم، مش ممكن يكون ده حقيقي. إزاي وهو مات قدامي؟ إزاي يقوم تاني؟ إزاي؟ إزاي؟ مش معقول، أنت لسه عايش بعد كل ده؟ أنا لا مصدق عينيا ولا مصدق وداني. قولي أنت بتعمل إيه؟ أنا ما بقدرش أعمل أي حاجة، ربنا وحده هو اللي يقدر يعمل كل حاجة، لأنه وعدنا بالصوم والصلاة إن يحصل كل اللي نطلبه. أنت ممكن ترحم نفسك وتسجد وتبخر للآلهة، وأنا أوعدك إن أنا هديك كل اللي أنت عاوزه. ها؟ أنت اللي المفروض ترحم نفسك وتسيبك من الأصنام اللي ما بتسمعش وما تتكلمش ومصنوعة من شوية حجارة ملهاش أي فايدة، وتشوف مين هو الإله الحقيقي خالق السماء والأرض وخلقني وخلقك. بس أنت للأسف قفلت عينيك ودانك، والشيطان عماك إنك تشوف الإله الحقيقي وخلاك تفتكر إن الحجارة دي هي الآلهة. كفاية كفاية، أنت لسه بتقول الكلام ده؟ أنت إيه يا أخي؟ كل العذاب ده ما قصرش فيك، خدوه عذبوه لحد ما يموت. أيها الرب، أيها الرب، إلى السماوات والأرض وكل من علي، مفيش إيه على الأرض يا رب هتقدر تفصلني عنه. أنت يا رب اللي قلت لا يقدر أحد أن يفصلنا عن محبة المسيح. أشد أم ضيق أم خطر أم سيف أم جوع أم عري؟ أنت يا رب اللي سمحت لي بالتجربة دي، وأنا أشيل الصليب المقدس على اسمك القدوس. أنا يا رب ما استاهلش. فين بقى الإله بتاعك؟ أديك موت، خليه بقى ينفعك. فين هو علشان يخلصك من إيدي؟ فين هو علشان يشفيك ورجعك تاني؟ شفت بقى؟ أهو سابك وما قدرش يخلصك من إيدي. قم يا حبيبي يوليوس، قم من نومك، أنا هو الرب إلهك، من آمن بي ولو مات فسيحيا. قم وانهض حيا. ربي وإله يسوع المسيح، يا من أهلكت أوسان مدينة سمنود وكل أهليها وخلصت الوالي وكل الذين آمنوا بك، ازاي اسمح الآن هكذا لكي يتمجد اسمك القدوس؟ ازاي أسألك أن تقويني مش معقول ولا تتخلى عني؟ مش معقول ربي يسوع، مش معقول لا تتخلى عني. رب نوري وخلاصي ممن أخاف. أنا مش مصدق، أنت أكيد سحر كبير. أنا قلت لك قبل كده إن السحر ما يقدرش يعمل كده، دي قوة ربنا يسوع المسيح. طب ارحم نفسك يا أخي، أنت مش هتخسر حاجة لما تسجد وتبخر للآلهة، وساعتها هتحل عليك البركة وهترحمك من العذاب ده كله. مين اللي قالك كده؟ أنا هخسر الأبدية، أبديتي، لأن الحياة هي المسيح والموت هو ربح، والكتاب المقدس بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. يا أخي أنا مش عارف أعمل معك إيه، بس يا يوليوس أنا خايف عليك وعاوز مصلحتك، عاوزك تسمع الكلام عشان أنا مش هرحمك. ما تحاولش، لأني خلاص اخترت العذاب على اسم السيد المسيح إله السماوات والأرض. يا يوليوس ده أنا هعذبك قوي
لغاية ما تموت، مش هرحمك وهخليك تيجي لحد هنا وتسجد. عارف ليه؟ لأنك مش هتستحمل عذابي. أحسن حاجة إنك تقطعه نصين بالمنشار. والطريقة دي أيوة أكيد أكيد هنخلص منه. أيوة هنخلص منه. معاك حق. خلاص يا مستشار العزيز، خدوه واقطعوه نصين بالمنشار وارموه خارج المدينة وهنشوف هيحصل ايه. بص بص يا مستشار العزيز، بص، شايف شايف يوليوس مرمي ازاي ومحدش سائل فيه ابدا. ايوه يا مولاي، هو كده خلاص. بعد ما طعوه نصين بالمنشار ورموه، مش ممكن ابدا انه يرجع تاني. خليه يعرف ان مفيش غير الالهه بتاعتنا وبس. فين هو الهه اللي كان عمال يتكلم عنه كل شويه ويوجع دماغنا بيه؟ فينه عشان يشفيه؟ شفت بقى، مفيش اله. ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده يا مستشار عزيز؟ ايه ده؟ ايها المختار يوليوس، الان تقوم من بين الاموات وتعود سالما معافا. هيا قم وسلامي يكون معك. اشكرك يا الهي الصالح، يا من اقمتني من بين الاموات ليتمجد اسمك القدوس يا إلهي ومخلصي يسوع المسيح. ايه ده يا مستشاري اللي بيحصل ده؟ ده قام تاني وانا مش اخلص منه ولا ايه؟ وانا مرش غيره. هتقولي القصر، وهناك انا هعرف شغلي معاه كويس. هاتوا امر مولاي الوالي. فضح المدينة دي وعبادة الأصنام، أنا شفت حواليك مجد ونور عظيم. أنا بأمر برجم 140 كاهن وحرق كل المعابد وتحطيم كل الأصنام. بس ياريت ياريت تقول لي أنت مين. أنا يوليوس الأخفاصي، عبد ربي يسوع المسيح. يوليوس، يوليوس الأخفاصي، أب الملوك اللي كنت مشير لكل الملوك في الإصلاح. فين مملكتك العظيمة؟ فين مالك؟ فين الذهب والفضة اللي ملهوش عدد؟ سامحنا، سامحنا على كل اللي عملناه فيك. احنا ما كناش نعرف انت مين. أرجوك أرجوك سامحنا. ما تخافوش، إلهنا والدين بتاعنا بيأمرنا نسامح كل الناس. من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. قوموا روحوا للوالي، والي أنصنا، وهناك اعترفوا باسم السيد المسيح، وسوف تنالوا إكليل الاستشهاد على اسم القدوس. وهو كمان الوالي هيعترف باسم الرب على أيديكم، لأن ربنا يسوع المسيح أعلمني بالكلام ده. ربنا معاكم. وبعد كل ده ربنا عمره ما يسيب عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. أرسله ملاك رفائيل في شبه واحد من عبيد القديس يوليوس الأقفاصي لأولاده الاثنين، وكان معاه رسالة، وجوه الرسالة دي كان فيه: ارسل عاجلا جميع عبيدي وتدرس ابني وأربعة آلاف دينار لأنفق على الخدمة، ويا ابني أغرسطس كمل جميع ما أمرتك به. فعندما يطلق الذين بالسجون أدخل القديسين إلى منزلك وكن لهم خادما، والذين استشهدوا كفنهم بكرامة واجعلهم في بيتك. ما
أيها الرب الإله الساكن السماوات والأرض القائم بين يديه ألوفا من الملائكة، أسألك واطلب إليك أن تسمعني اليوم كما سمعت من قبل أبان آدم وخلصته بتجسدك من العذراء الطاهرة مريم. اسمعني كما سمعت نوح وخلصته من الطوفان، وكما سمعت دانيال وخلصته من أفواه الأسود، وكما أنقذت الفتية من أتون النار وسمعت صلاتهم. اسمعني كما سمعت لسائر الشهداء والقديسين والرسل المختارين وكل من أرضوك بأعمالهم الصالحة إلى أبد الآبدين. أمين. طوباك يا حبيبي يوليوس المؤتمن الذي ربح بالوزنات، سرت كإبراهيم أبي الآباء شبها، وصبرت على الأتعاب والشدائد مثل أيوب. واعلم يا حبيبي أن جسدك يكون في مدينة الأسكندرية ويهتم به ويكفنه عبيدك، ويكون منه آيات وعجائب لا تحصى. وها أنا أعطيك ثلاثة أكاليل، واحدا من أجل صدقاتك وصلواتك وأصوامك النقية، وواحدا من أجل تعبك مع الشهداء، والثالث من أجل دمك الذي يسفك على اسمي. سلامي أترك لك، سلامي أنا أعطيك. الآن يا رب أطلق عبدك بسلام. يا سياف، دلوقتي تقدر تنفذ اللي انت اتأمرت بيه. المجد ليك يا رب، المجد ليك. بصوا ده ملاك بدا يتحرك. اشكرك يا رب، اشكرك. وبعد كل ده نال قديسنا الانبا يوليوس الاقفاصي اكليل الشهاده، وده كان يوم 22 من شهر توت المبارك. بركه صلواته فلتكن معنا، ولالهنا كل مجد وكرامه من الآن وإلى الأبد. آمين. رؤيا درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم. تم التسجيل والمكساج باستوديو ماستر ون. مهندس الصوت روماني أمين.